بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم حبايبي ابطال جريد 5. النهارده ان شاء الله هنحل امتحانات شهر اكتوبر موديل اكزام 1 اند 2 من كتاب المعاصر نوت بوك بيج 48 وبيج 49. يلا بينا نبدا على بركه الله. لو اول مره تشوفوا قناتنا اشتركوا معانا في القناه وننزل نعمل لايك على الفيديو. question number 1 put true or false. number 1 The green plant can make their own food through flowers. هل الجرين بلانت يا ولاد بيعمل الفود بتاعه من خلال الفلاورز؟ برافو عليكم، فولس طبعا. بيعمل الفود من خلال الليفز مش الفلاور. نمبر 2 بلوم ترانسبورت جلوكوز تو اول بارتيز اوف ذا بلانت. طبعا كلام سليم صح. نمبر 3 اير انترد بلانت through root. الهواء بقى بيدخل للبلانت من خلال الروت. برافو عليكم، فولس. بيدخل من خلال الليفز عشان بيكون موجود فيها استوماتا. نمبر 4 tuber stems grow and extend above the soil. هل التيوبر اللي المثال بتاعها البوتيتو الستيم بتاعها بيمتد above the soil؟ برافو عليكم، فولس طبعا. under the soil مش above the soil. question number b give reason for. بيقول لنا frog is a secondary consumer. ليه الفروج تعتبر secondary consumer؟ طبعا اي حاجة secondary consumer بتتغذى على primary consumer، والprimary بيتغذى على الايه؟ على البلانت. هنقول له because it feeds on primary consumer. الفروج دي بتاكل primary consumer that feed on plant. primary consumer اللي بتتغذى على البلانت. question number 2 choose the correct answer. number 1 lion is from space. اللايون ده من ضمن ايه؟ هل هو producer؟ no. هل هو grass eater بياكل اعشاب؟ no. طيب هل هو meat eaters بياكل لحوم؟ that's true. يبقى number C هي الاجابة الصحيحة. number D بيقول لنا decomposer. لا طبعا هو مش decomposer. question number 2 plant takes space from the air to make its own food. البلانت بقى بياخد ايه من الهواء عشان يعمل الفود؟ طبعا الكربون دايوكسيد جاز. number 3 photosynthesis process takes place inside. السؤال ده مهم وبيتكرر. عملية الفوتوسينثيس بروسيس بتتم فين؟ في انهي بارت من اجزاء البلانت؟ طبعا بتتم في الليفز. يبقى الاجابة الصحيحة number B الليفز. number 4 space from non living things in ecosystem. بيقول لنا هنا في soil fungi bacteria birds. طبعا كلهم living except soil. soil هي اللي non living things. question number b form a food chain by using the following organisms. عايزك تعمل food chain. مديك frog وgrass وgrass hopper وsnake واول. طبعا اي فود تشين بتبدا بيه بتبدا بالبروديوسر، يبقى هنكتب له اول واحده البروديوسر اللي هو الجريس. تمام، مين بقى اللي بياكل الجريس؟ اللي بياكل الجريس الجريس هوبر الجراد. يبقى تاني واحده الجريس هوبر هو البرايمري كونسومر. بعد كده بيجي بعد منه الفروج. الفروج هياكل الجريس هوبر لان الجريس هوبر ده يعتبر انسكت حشرات. بعد كده بيجي الفروج سيكندري كونسومر بياكلها السنيك سيكندري كونسومر برضو. اخر واحد التيرشري كونسومر هو الاول. يبقى جريس هوبر فروج سنيك اول. question number 3 write the scientific term of each of the following. number 1 they are organisms that feed on dead organisms. خلي بالك قال لك dead organisms يعني بتاكل اجسام الكائنات الميته. dead organisms bodies and break them down into smaller pieces. ده مين اللي بيكلمك عنه؟ طبعا هو الديكومبوزر. number 2 they are pores فتحات صغيرة on the surface of plant leaves في ورقة النبات that allow gases move in and out of the plant. يبقى ده الساينتفك تيرم بتاع استوماتا. 3
gas that is used in photosynthesis process طبعا احنا عارفينه هو الكربون دايوكسيد gas. 4 a part of plant that carries water from root to stem طبعا هي الزيلم اللي موجودة في الستيم يبقى زيلم in the stem. Question number B cross out the old word هتلاقي في أربع كلمات تلاتة ليهم علاقة ببعض وواحدة مختلفة. هنا عندنا grasses, reeds, hawks, snakes طبعا يا ولاد الريتس والهاكس والسنيكس دول كلهم consumer يبقى الوحيدة المختلفة هي الجريسز لأن الجريسز دي تعتبر producer. ندخل على model exam number 2 يلا بينا نبدأ. Question number 1 choose the correct answer. Number 1 what substance used in photosynthesis does the plant get through its stomata المادة اللي بتدخل من خلال الاستوماتا الكربون دايوكسيد جاز شوجر اكسجين جاز ووتر يقول لك هي مادة بنستخدمها في عملية الفوتوسينسيس والمادة دي بنحصل عليها من خلال الاستوماتا طبعا احنا قلنا يا ولاد الاستوماتا دي بتعمل تبادل للجاز يبقى هي الكربون دايوكسيد جاز. Number 2 which of the following is correct order in which the water absorbed from the soil move through the plant طبعا الترتيب الصحيح انت عندك under the soil surface في الروت بعد كده البلانت بيطلع بفوق بالستم واخر حاجة بتكون موجودة الليفز يبقى احنا هنبدأ بالروت ثم الستم ثم الليفز يبقى الاجابة الصحيحة number B root stem leaves. Number 3 space are considered primary consumer البرايمري كونسومر اللي بياكل الجريسز او اللي بياكل البروديوسر طيب مين بقى من الحاجات دي هو برايمري كونسومر بيتغذى على الجريسز او البروديوسر A grasses B flowers C insect D lion اللي بيتغذى يا ميسا على الجريسز او البروديوسر هي الانسكت الحشرات هي اللي بتاكل اوراق الشجر. نمبر 4 جرابس هاف سبيس ستيم الجرابس يا ولاد اللي هو العنب الستيم بتاعها من النوع الايه تيوبر رانر وود كلايم طبعا هو نوعه كلايم متسلق. كويتشن نمبر بي فورم ا فود تشين باي يوزينج ذا فولوينج اورجانيزمز ديكومبوزر لايون دير جريسز طبعا احنا بنبدأ الفود تشين بالبروديوسر البروديوسر مين هنا برافو عليكم هي الجريسز يبقى النمبر 1 الجريسز بعد كده مين هياكل الجريسز اللاين ولا الدير لا يا ميس الدير طبعا يبقى الدير هي اللي هتاكل الجريسز بعد كده هيجي اللاين اللاين بياكل ميت سوني فهياكل الدير اخر حاجة معانا الديكومبوزر. Question number 2 according to the following food chain but true or false عندك جريس بياكلوا الرابت بياكلوا بعد كده السنيك بيقول لنا هنا number 1 rabbit is a producer true or false برافو false طبعا الرابت مش producer الرابت يعتبر primary consumer number 2 grass is a predator برافو false الجريسز هي producer Number 3 snake is a producer false السنيك هو secondary consumer Number 4 rabbit is a prey طبعا لان الرابت هيتغذى عليه السنيك فيعتبر prey يبقى true اخر question معانا what happen if some seeds receive air water and suitable temperature لو عندك بذره حطيتها في عندك في هواء وفي ميه وفي درجه حراره مناسبه ايه اللي هيحصل لها طبعا السيدز دي هيحصل لها جرو او هيحصل لها جيرمينيت يبقى هنقول له سيدز كان جرو او ممكن تقول له كان جيرمينيت. Question number 3 A choose from column B and C what suits them in column A هنوصل يا ولاد من الكولوم للكولوم بس طبعا طريقة الإجابة بتاعتنا بتكون عن طريق انت تملى الفراغات قدام الأرقام اللي موجودة تحت
تعالوا نشوف كولوم نمبر ايه بيكلمك على السيدز، كولوم بي على الكاركترستيك بتاعتها الصفات بتاعتها، كولوم سي على تايب اوف سيد ديسبيرسل طريقة انتشار البذور. نمبر 1 كوكونات سيد، زي ما انتوا شايفين في الصورة الكوكونات سيد دي نمبر 1. يا ترى الكاركترستيك بتاعتها ايه؟ هل هي كانت هاف سباين؟ نو. طيب نمبر بي زي ار لايت سيدز، كانت خفيفة؟ نو. نمبر سي زي فلوت اون ووتر، يس. يبقى الكوكونات سي هتاخد من كولوم بي نمبر سي زي ار فلوت اون ووتر، يبقى هنيجي قدام 1 هنكتب سي. الكولوم الأخير كانت بتنتشر إزاي بقى؟ كانت بتنتشر باي ويند؟ نو. طيب الكوكونات سيد كانت بتنتشر باي أنيمال ستول؟ نو. نمبر سي باي ووتر؟ يس. يبقى هي كانت باي ووتر. يبقى نيجي تحت 1 هنكتب قدامها سي من الكولوم بي، وهنكتب قدامها سي من الكولوم سي. يبقى أعملها لكم بالهايلايتر عشان تبقى واضحة. اهي اصفر مع اصفر مع اصفر. تعالوا نشوف نمبر 2. هنتكلم بقى على البوردوكسيد. البوردوكسيد نيجي نختار من كولوم بي زي هاف سباين، يس كان عندها سباين، يبقى هنختار دي. يبقى كولوم بي هنختار زي هاف سباين. كولوم سي كانت بتنتشر ازاي يا ولاد بقى؟ باي ويند؟ لا طبعا. طيب باي انيمال ستول؟ لا طبعا. طيب نمبر دي ستيك تو انيمال فير؟ يس، عشان هي كان ليها سباين فكان بيحصل لها ستيك تو انيمال فير. يبقى هنيجي هنا عند نمبر 2 اللي هي البوردوكسيد، يبقى اخترنا من كولوم بي نمبر ايه، هنكتب هنا ايه، وكولوم سي اخترنا نمبر دي. برافو عليك. نمبر 3 الدندليون سيد. تعالوا بقى نشوف الدندليون سيد كانت بتنتشر ازاي. الاول ايه الكاركترستيك بتاعتها؟ اي ميس زي ار لايت سيد، كانت بذورها خفيفه. طيب الديسبيرسال بتاعتها كانت باي ويند، يبقى هنيجي هنا نكتب تحت نمبر 3 هتاخد من كولوم بي نمبر بي، هنكتب هنا بي، وكولوم سي هتاخد نمبر اي. كلام جميل. اخر واحدة معانا، اخر واحدة معانا التوميتو سيد. التوميتو سيد طبعا زي كان بي ايتن باي انيمال، وكولوم سي باي انيمال ستول كان بيحصل لها ديسبيرسل. يبقى هنيجي هنا نكتب نمبر 4، هنكتب قصادها دي، ومن كولوم التاني هنكتب قصادها نمبر بي. يبقى 4 هتاخد دي وبي. اخر كويتشن معانا جيف ريزون 4. بيقول لنا ايه في جيف ريزون؟ بيقول لك الفلوم از فيري امبورتانت فور ذا بلانت. الفلوم ده مهم قوي للبلانت. ليه؟ بيكوز اتس ترانسبورت. يبقى نقول له بيكوز اتس ترانسبورت ذا برديوسد جلوكوز شوجر، بينقل البروديوس جلوكوز شوجر. بينقله منين؟ فروم ذا ليفز، هينقله من الورقه، to all other parts of the plant، من الليفز فوق اهو عندك البلانت اهو، بيكون هنا في الليفز وجوه الليفز بيكون في البروديوس شوجر. الفلوم بقى وظيفته ينقل البروديوس شوجر من فوق لتحت، from the leaf to other parts of the plant. يبقى هنقول كمان مرة، because it transports the produced glucose sugar from leaves to all other parts of the plant to grow، عشان البلانت ده يحصل له جرو. كده يا حبايب قلبي نكون خلصنا حل الامتحانات بتاعت الموديل اكزام نمبر 1 و 2 استعدادا لشهر اكتوبر من كتاب المعاصر. لو عجبكم الفيديو اشتركوا معانا في القناة ونعمل لايك على الفيديو، وانتظرونا لشرح باقي المنهج ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.